تكربوش يا عم، تكربوش تكربوش. مازن ولك من مازن ولك من السيارات. خلاص خلاص هاي الشايب يا عم، شوفوا لنا بسرعه، ودونا اطفائيه. هاي المستوطنين ها، عندنا اصابه وخطره بالخاصره بالبطن، ما بنعرف شو صار معه، ان شاء الله انه ربنا يسلمه ويسلم الجميع ان شاء الله. اطفائيه على السريع يا منين، حركه الدور يا زلمه. وصلنا اول اطفائيه، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. بعد ساعة من الاتصال كان وصلت الاطفائية، كان الجيش وصل البلد وشاف الموقع وشاف الحرائق وسمحوا للاطفائية تفوت.